السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد شافوت من قناة لاست نيو. والحلقة اليوم اللي هو أفضل سبع تطبيقات لهذا الشهر. طبعا هذول التطبيقات السبعة ما شرحتهم ولا بحلقة على القناة. طبعا الصوت رديء، لأنه خامة الصوت رديئة لأنه بصور بمايكروفون تليفون ومش شابك هيدسيت. دايما بشبك هيدسيت لتسجيل الصوت، هيدسيت مايكروفونها قوي. المهم هذا مش موضوعنا. التطبيق الأول اللي هو 8bit، هو تطبيق لإنشاء إنشاء كتابات بالخط الكوفي. طبعا إن شاء الله إذا يعني إذا بدكوا اكتبوا بالتعليقات إن شاء الله بعمل له حلقة مخصصة له. طبعا مثلا هاي بدنا نكتب كلمة محمد بسرعة. طبعا انا صرت اقلل جودة الفيديو مشان يعني الوضوح ما بلزم، يعني برفع عالي جودته 1080 بس مشان الناس ما بتستخدم زي هيك. يعني اذا كنت بدك ارجعها 1080 يكون فيديوهاتي كلها 1080 برضو حط بالتعليقات. طبعا ابصر ليش تليفون قاعد بحرك مش راضي يحرك. ثواني اخلص الكلمة. طبعا هاي ظبطته، نمسك القلم. طبعا لازم كل ما تيجي ترسم تحط بعقلك قديش بدها تستخدم مساحة، اللي هي كتابتك بالخط الكوفي كتبت الكلمة. مثلا انا حط المساحة صغيرة اظن 64x64، يعني بتنفعش اشي، يعني مش ذاكر قديش حطيتها ولكن تقريبا 64 او اشي بالاربعينات. إذا مش عاجبيتك جودة الصوت علق مشان نحاول نرجع جودة الصوت زي قبل. نضغط على ثلاث نقاط من ثم موف من ثم هاي هيك بصير بإمكانك تحرك يمين ويسار الكتاب اللي كتبتها كاملة. طبعا قبل شوي اللي هو صار في زوم، الزوم انا مفعل خيار من اعدادات النظام انه يعمل زوم اذا ضغط ثلاث مرات على الشاشة ورا بعض وضغط ثلاث مرات. فمشان هيك نعمل زي هيك من قدام. طبعا طلعنا من موضوع الحلقة هيك، ما
نخلص كتابة كلمة محمد. طبعا بعد ما خلصنا كتابة كلمة محمد نحط share and export، بعدها export او share اللي بدك اياه، وتختار الدقة اللي بدك اياها. طبعا هذا التطبيق راح اعمل له حلقة مخصصة، لانه التطبيق فيه اشياء غير هيك، يعني فيه انه تحط صورة وتصير ملونة زي هيك يعني. المهم مش موضوعنا، نروح على التطبيق الثاني اللي هو سكرينر. طبعا سكرينر ما حداش بيعرفه، جديد طلع ارتفع متجر جوجل بلاي مثلا. انا تحط انه جهاز جوجل بيكسل 2، ننتظر حتى تحمل، او بامكانك تحط داونلود، نضغط على داونلود فوق. طبعا هاي نزلت، نضغط على الزائد ننتقل نحدد صورة. وهي حددت صورة العاب ممتعة. طبعا بعديها بتروح اذا بدك من فوق تصدرها سيف او شير. او بتضغط تحت على جرالي، بامكانك تحدد زي ما شفته. اذا فعلت الخيار بصير نص الهاتف لون والنص الثاني لون ثاني، مشان تشوف الناس ما تقدر تعدل على الصورة. شادو بإمكانك تعدل في إعدادات الشادو اللي هي بإمكانك تعدل أغراض على الصورة. نضغط على السهم بيطلع لنا إيميج بلار وكلر. مثلا نحط كلر أسود، بصير لون الهاتف أسود. عفوا الخلفية، وبلر الايمج ما بتنفع هاي. نضغط على ايمج ووضح، وهي هيك حددنا نفس الصورة. بامكانك تاخذ مثلا هاي القسم وتحط تم، تصير الخلفية الو هاي القسم اللي حددنا. نضغط على السهم، من ثم نروح نكبس على اكسبورت، ننتظر شوي. طبعا التطبيق هذا بغلب يعني بده صبر، الا اذا كان عندك الرام قوي. تحط سيف او شير اللي بدك اياه. ننتقل للتطبيق الثاني، بيكس باي التطبيق الثالث عفوا. مثلا نختار من اليمين مثلا صور زي هيك بدنا، او بامكانك تبحث عن صور بطلع لك طبعا صور حلوة كثير. مثلا هاي الصورة بدي انزلها، بتختار الدقة مثلا. وتقريبا في تحديث جديد راح ينزل اللي هو بيحفظ لك الصورة ب4K. طبعا كل اللي الصور اللي بيستخدموها بالتليجرام وهاي الشغلات المصممين يعني بالتليجرام بيعملوا عليها حلقات منها.
طبعا هذا التطبيق مميز وكثير ناس بتحتكر انه تشاركه مع المشتركين. الصور اللي فيه حلوة كثير كثير كثير، وكل شيء له سلبي وإيجابي، بس هذا لا فش له سلبيات. أنا اشتغلت فيه كثير، وبإمكانك تعمل معرض صور خاص فيك على هذا البرنامج. هذا الباص انقرض قبل 20,000 سنة، أول باصات طلعوا. مثلا هاي الصورة باخدوها بيعملوا منظور. طبعا إذا بدكو أعمل شرح الآن منظور يعني على بيكسل لاب علقوا برضو. طبعا أنا ما يعني إلي مدة ما بنزل حلقات لأنه فش أفكار حلقات. مثلا هاي الصورة بإمكانك تحط فيها شعار قناتك بالوسط. طبعا هاي حقيبة كاملة متكاملة، وفي خبر إلكو اللي هو إنه راح يعني أسوي متجر المصمم، أسوي له تحديث جديد، زائد إنه التحديث هاد راح يكون تحديث راح يكون يعني حتى يلي ما بحدثه راح يكون عنده صور، يعني راح أعمل صور جديدة أرفع عليه وأحذف القدام اللي مش حلوات. نضغط على بيكسلز اللي هو التطبيق الرابع. بيكسلز برضو نفس الموضوع اللي هو تطبيق صور. طبعا اذا بدكو مواقع صور زي هيك حلوة علقولي بالديسكريبشن، وراح اعطيكو مواقع راح اعملها حلقة مواقع. طبعا في صور كثير حلوة، وخاصة اللي بده صور لابتوبات وهاي القصص في كثير على هذا الموقع. مثلا هاي الصورة عجبتني، مش بس عجبتني، نضغط على على تحت السهم اللي تحت من ثم داونلود، راح ينزل عنا فوق بشريط الإشعارات. ننتقل نرجع لورا عن طريق السهم اللي فوق. إن شاء الله حلقة تصميم غلاف، نعيد حلقة جديدة غلاف جيمر. وإذا بدكم راح نعمل حلقة حسب التعليقات، حلقة عمل غلاف تقني. ننتقل للتطبيق الخامس. التطبيق الخامس اللي هو XML Editor. طبعا هذا تطبيق لتعديل XML Web. مثلا نضغط على قلب XML، راح يبين لك عدد الصفحات يلي. طبعا الصفحة بيجي فيها 50 سطر، وهيك مصمم. طبعا كويس كثير لتعديل القوالب.
التطبيق البعديل التطبيق السادس اللي هو XML Pro Editor، برضو هذا التطبيق لتعديل القوالب أو XML الويب. بإمكانك تضغط على Create a New XML وتبلش تسوي القالب من عندك، يعني هذا إذا بتعرف لغة XML أو لغة HTML. طبعا ننتقل للتطبيق السابع والأخير لهذه الحلقة، تطبيق بوت اللي هو تطبيق للتصفح مثل جوجل كروم الويب البيجي. بإمكانك تتنقل، عجبني هو إنه إيش، بإمكانك تتنقل من صفحة لصفحة. مثلا تفتح على www.lastnew عفوا كتبت خطأ .tech طبعا هاي مدونتنا. اذا انت مش مشترك بالبريد ارجو انه تشترك ليصلك اخر التدوينات. مثلا هان برضو نفتح موقعنا، www.lastnew.tech. برضو مثلا احنا بنسوي شغلة هان كود، مثلا احنا بنكتب هان كود، ننتقل للصفحة الثانية بننسخ الكود اللي بدنا اياه، نرجع نلصقه مثلا اذا كنا بنعدل نلصقه بالكود الموجود. وهدول التطبيقات اللي كانوا معنا لهذه الحلقة، وكان معكم محمد شعفوط من قناة لاست نيو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.